بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام عليكم على كل اللي بيشوفونا، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن صحة وفي أفضل حال بإذن الله. فيديو النهاردة عن وصفة رهيبة جدا وخطيرة، ونقول عليها زي ما احنا عايزين من جمالها ومن فوائدها الرهيبة لإطالة الشعر ومنع تساقطه وتكثيفه، وكمان بتعالج قشرة الشعر. مكوناتها كويسة جدا وبسيطة وموجودة عندنا في كل بيت. يلا نبدأ كده على بركة الله الطريقة، بس اللي طلب عندكم ياريت لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين، لأن بجد الوصفة مهمة جدا. عندنا أول مكون رئيسي هو البصل، البصل العادي بتاعنا، ممكن الأحمر برضو، بصلة متوسطة الحجم هقطعها لقطع صغيرة. البصل بيقوي الشعر وبينشط الدورة الدموية في الشعر وبيجدد الخلايا، لأن في مادة الكبريت، وكمان بيعالج القشرة. فوائد رهيبة للشعر. يعني البصل لوحده كفاية ان هو يغذي الشعر ويعيد له الحيوية والنضارة. هو قطعت البصل لقطع صغيرة، بعد كده في حلة او كسرولة احط 3 كوبايات من المية، المية من الحنفية العادية احط 3 كوبايات، لان انا عايزة اخد الخلاصة بتاعت البصل، عايزة اخد ماء البصل. كده حطيت 3 كوبايات، وبعد كده هحط البصل اللي انا قطعته. تاني مكون عندنا هو الرز، الرز المصري بتاعنا فوائده رهيبة جدا للشعر وللبشرة كمان، لان فيه نشا، والنشا دوت اللي فيه فيه املاح وفيه احماض امينيه وفيه فيتامينات. هاخد 3 معالق كبيره من الارز المصري. الرز بيغلف الشعره كلها وبيعالجها وبيقويها من جوه ومن بره، يعني من الداخل ومن الخارج، وبيمنع التقصف بتاع الشعر. بعد كده هرفع الخليط بتاعي على النار، على نار هادية، وهغليه لمدة 15 دقيقة. حطينا البصل اللي احنا قطعناه وثلاث معالق رز في 3 كوبايات مية، وهنرفعهم على النار ونسيبه يغلي على نار هادية لمدة 15 دقيقة. كده هو غلي، ونلاحظ ان المية اتغيرت، خدت كده اللي هو الشكل الكريمي او الاصفر البسيط. كده خلاص غليت، بعد 15 دقيقة هنزله من على النار، وهبتدي بعد كده هصفي. وصفة سهلة وبسيطة ورهيبة جدا. طبعا هنستنى لحد ما يغلي وننزله من على النار، بعد كده لما يبرد. انا هنا بس عشان بصور حطيته وهو سخن. طبعا نستنى لما يبرد خالص وبعد كده هنصفي. كده بقى عندي مية من مية الرز ومية البصل، يعني خلطة رهيبة ووصفة رهيبة تكفي انها تطول الشعر لحد الاقدام. بعد كده احطه في بخاخة، الكمية ديت هتكفيني اسبوع او اسبوعين. حطيته بقى في بخاخة، وطبعا نستنى لحد ما يبرد. ازاي بقى هنستعمله؟ بعد ما نغسل شعرنا كويس بالميه والشامبو عشان ما يكونش فيه اي دهون، هرش بقى الوصفه ديت او الميه ديت، ميه البصل والارز، على الشعر من الجذور للاطراف، هملا الشعر بيه. وبعد كده هعمل تدليك للشعر لمده 5 دقائق، وبعد كده هسيب الشعر ينشف خالص وهغسله بالميه بس. فاول ده بالنسبه لاول مره. لتاني مره هنستعمل فيه الخلطة ديت، هنغسلها برضو الشعر بالمية بس، وتالت مرة هنبتدي نغسله بالشامبو. وهنستعمل الوصفة ديت للحصول على اقوى نتائج يوميا. لو ما قدرتوش تستعملوها يوميا، ممكن نستعملها 3 مرات في الاسبوع، برضو هتدينا نتيجة طيبة، والباقي هنحتفظ بيه في التلاجة عادي، ممكن يقعد معايا اسبوع او اسبوعين. وهتدينا نتيجة في خلال اسبوعين لشهر بالكتير، هنلاحظ تحول رهيب في الشعر. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، يا رب أكون أفدتكم. يا ريت لايك للفيديو، يا ريت تشتركوا في القناة، بحبكم جدا، أشوف وشكم بخير. الفيديو